في عالم مزعج مليء بالضوضاء والصخب الذي لا يتوقف، تكون جرعة ولو قليلة من الصمت والهدوء تكون نعمة في بعض الأحيان. ولكن هل سمعتم يوما ما، وهل سمعت يا رغدة بما يعرف بالغرف الصامتة؟ لا بصراحة ما سمعتش بها، بس أنا يعني أنا أول مرة ريح حقيقة أجرب الفكرة. هي غرف في الحقيقة صامتة أو صممت لتكون الأكثر هدوءا في العالم، غرف معزولة تماما ولا يمكنك مهما حاولت أن تسمع صدى لصوتك أو لأي صوت آخر داخل هذه الغرفة. طبعا هذا الهدوء اللي تتميز به هذه الغرف اللي ممكن هنجربها يعني في يوم من الأيام، يعني هو يوصف بالهدوء القاتل، فمش عارفة إذا كان الناس تقدر أو لا، يعني ما حدش يقدر يقعد فيها لفترات طويلة ربما من الوقت. وتم تصميم هذه الغرف أيضا حتى يجروا التجارب العلمية فيها. عموما تستخدمها ناسا أيضا اليوم لتعويض رواد الفضاء على الهدوء فيها. باسل تبي تجرب أو لا؟ في الحقيقة بعد اللي قلتيه لا أعتقد لا، لأنها صممت أكثر للتجارب، لأنه في هذه الغرف الهادئة عندما يدخلها الإنسان تبدأ حاسة السمع لديه بالتكيف مع الهدوء والصمت، وتزداد تدريجيا لتصل لدرجة أن الشخص الجالس في هذه الغرفة سوف يسمع دقات قلبه وصوت معدته وحتى رئتيه. مرعب. I feel like I have headphones on to my own voice. I can hear a lot of ringing in my ear, which kind of freaks me out.